ضيفتنا لهذه الحلقه على شاشات التلفزيون الجزائري في برنامج ضيف الجزائر تشتغل استاذه للغه العربيه بقسم اللغه العربيه جامعه بوسان للدراسات الاجنبيه كوريا الجنوبيه كما تشغل كذلك منصب مدير مركز دراسات شمال افريقيا التابع لمعهد دراسات البحر الابيض المتوسط جامعه بوسان للدراسات الاجنبيه كوريا الجنوبيه لها مجموعه من المؤلفات اخرها صدر لها في سنه 2023 التنوع الديني بين المسلمين في شمال افريقيا باللغه الانجليزيه ولها كذلك من بين الاصدارات كاول كتاب صدر عن مركز الدراسات الاسيويه جامعه القاهره الاقليه المسلمه في كوريا الجنوبيه الواقع والمستقبل كما اشتغلت او ساهمت في تحرير كتاب لاحدى صديقاتها من اصحاب الهمم الكتاب بعنوان اسمع اصابع القدمين ضيفة الجزائر على شاشات التلفزيون الجزائري لهذه الحلقة هي الدكتورة منى فاروق. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلاً. وسهلا. أهلا بحضرتك. سعداء بتواجدك معنا في هذا الفضاء من برنامج ضيف الجزائر. أنا أسعد ويعني تشرفت بهذه الاستضافة في التلفزيون الجزائري وأول زيارة لي في الجزائر يعني فأشكركم على هذه الاستضافة. الله يسلمك استاذتي الفاضله. اذا استاذتي تشتغلين على التاليف على التدريس في كوريا الجنوبيه. لك مجموعه من المؤلفات لعلني احب التعرف على فضيلتكم من خلال مؤلفاتكم من خلال تدريسكم من خلال علاقتكم بكوريا الجنوبيه فانت من جمهوريه مصر العربيه. الشقيقة، كبرتي فيها، تعلمت فيها، درست فيها ثم أنت متواجدة بكوريا الجنوبية ولك مجموعة من الاشتغالات صحيح هو غريب قليلاً يعني من الغريب أن أنا جاي أمثل كوريا الجنوبية وأنا مصرية صحيح؟ نعم فبصراحة يعني كوريا الجنوبية لها قصة طويلة مع بالنسبة لحياتي أنا تخرجت من جامعة القاهرة قسم العلوم السياسية وعملت في جامعة القاهرة في مركز دراسات الآسيوية وعن طريق هذا المركز يعني بدأ أفقي يتسع بالنسبة للدراسات الآسيوية وخاصة الكورية يعني في هذا الوقت في مصر لم يكن هناك أي لم يكن هناك أي قسم لتدريس اللغة الكورية في الوقت الذي نويت فيه أني أدرس أكثر عن كوريا كان في مصر لا يوجد قسم لتدريس اللغة الكورية فكان لي الشرف أني أكون أول مصرية يتم إرسالها في بعثة لدراسة اللغة الكورية فدرست اللغة الكورية في جامعات كوريا الجنوبية وتخرجت من يعني أنهيت الدراسة اللغوية جميع المستويات <applause> وبعدها رجعت مرة أخرى إلى بلدي وأكملت الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه عن كوريا الجنوبية أيضا يعني رسالتي في الماجستير كانت عن الأقلية المسلمة في كوريا الجنوبية سيدة الفاضلة من بين ما اشتغلت عليه في التأليف التنوع الديني بين المسلمين في شمال إفريقيا صادر باللغه الانجليزيه <applause> أه ما ملخص هذا البحث العلمي الذي صدر لك مؤخرا ككتاب في اواخر سنه 2023 <applause> يعني انا من خلال حياتي في كوريا الجنوبيه لاحظت ان في تعميم في نظرتهم للمسلمين يعني يظنون اننا جميعا نفس النمط على نفس يعني جميعنا نفس العقليه كمسلمين <applause> ولكن فأحببت أن أثبت لهم أننا لدينا تنوع فتعرف عندنا صوفي، عندنا سلفي، عندنا متشدد، عندنا ليبرالي، عندنا تنوع مثلا هذا جزء من التنوع وفي كل دولة من يعني ركزت على شمال أفريقيا بصفة يعني مركزنا الذي أشرف بإدارته هو مركز دراسات شمال أفريقيا، فركزت على شمال أفريقيا بالنسبة للمسلمين في العالم ك يعني اعطيهم نبذه عن التنوع الموجود ما بيننا كمسلمين فاخذت دوله دوله يعني فصل عن مصر فصل عن ليبيا فصل فصل عن الجزائر وهكذا فصل عن وهكذا يعني. ما هي ابرز المخرجات التي ابرزتها من خلال هذا الكتاب هي اني اثبت ان هناك تنوع نحن لسنا نفس العقليه ففي دول شمال افريقيا عندنا تنوع بين يعني المسلمين هم ليسوا فئه واحده توجد فئات وافكار مختلفه بين المسلمين في شمال افريقيا فهناك تنوع ما بين الليبرالي الحر الى المتشدد المتطرف وبينهما هناك اطياف اخرى هذا عن كتاب اخر كتاب مم. لك سيدتي منى فماذا عن اول اصداراتك آه التي صدرت عن مركز الدراسات الاسيويه جامعه القاهره مم. الاقليه المسلمه في كوريا الجنوبيه الواقع والمستقبل. نعم، هذا الكتاب صدر في سنه 2014 وكان فيه خلاصه رساله الماجستير التي اجريت فيها دراسه عن الاقليه المسلمه في كوريا الجنوبيه فبصفتي مسلمه وعايشت الحياه في كوريا الجنوبيه فاحببت ان يعني انقل للمهتمين بدراسات الكوريه وضع المسلمين في كوريا الجنوبيه لانهم اقليه بسيطه جدا يعني في كوريا الجنوبيه خاصه كوريا الجنوبيه فيها اديان كثيره حتى انهم عندهم اديان مخترعه هم الذين اخترعوها وبالاضافه الى عندهم الحاد كثير يعني اكثر من 50% من المجتمع الكوري ملحد فاحببت ان انقل للقارئ وضع المسلمين في مثل هذا الجو من التنوع الشديد الديني في كوريا الجنوبيه. نعم. <applause> هذا عن كتاب الأقلية المسلمة في كوريا الجنوبية. كذلك لك مساهمات في التدريس وتعليم اللغة العربية في قسم اللغة العربية في كوريا الجنوبية ولكن كذلك في هذا الباب مجموعة من المؤلفات سواء كان منها ما هو مشترك صحيح وما هو لك كدكتورة منى فاروق. كاصدارين ماذا عن هذه الكتب التي تسهم في تعليم اللغه العربيه لغير الناطقين بها من ابناء كوريا الجنوبيه صحيح ونحن نركز من خلال مجموعه من الكتب تصدر عن جامعتنا جامعه بوسان للدراسات الاجنبيه، على فكره هذه الجامعه هي احدى خمس جامعات فقط في كوريا الجنوبيه لديها قسم لغه عربيه، فقسم اللغه العربيه هو قسم نادر بالنسبه لل للتخصصات في كوريا الجنوبيه فأصدرنا مجموعه من الكتب لتعليم اللغه العربيه، اشتركت في في تأليفها مع زملائي في الجامعه، بالاضافه الى اشتركنا ايضا في اصدار قاموس للغه العربيه، قاموس عربي كوري متخصص في المصطلحات الاداريه. وايضا كان لي الشرف ان اقوم ان يكون لي مؤلفات خاصه بي لتدريس لطلابي خاصه المستوى المبتدئ يعني نبدا بدايه من النطق الصحيح للحروف العربيه الى المستوى المتقدم يعني عندي كتاب للمستوى المبتدئ وللمستوى المتقدم وهو كتب للمخاطبه بالكوريه يعني الشرح فيها بالكوريه لتدريس العربيه بسم الله ما شاء الله نتمنى ان يستفيد منها الجمهور المتتبع الذي يرغب في تعلم اللغه الكوريه واكتشاف كوريا الجنوبيه ثقافتها وما الى ذلك. دكتوره منى فاروق تحضرين هنا الى الجزائر، يعني في البدايه تعرفنا عليكِ الان ناتي الى تواجدك هنا بالجزائر ومشاركتك في المهرجان الثقافي الدولي للسماع الصوفي في طبعته العاشره بالاغواط حيث تمثلين وفد كوريا الجنوبيه بمداخله ترحيبيه وكذلك تشاركين في الملتقى العلمي المنعقد على هامش هذا المهرجان بمداخله تحت عنوان الصوفيه في القدس. يا لو تعطينا مقدمات عن هذه المداخلة وما تحويها سأشارك في المداخلات البحثية بدراسة بحثية عن التصوف في القدس لأننا في معهدنا معهد دراسات البحر المتوسط عندنا مشروع بحثي عن التلاقي الحضاري في منطقة البحر المتوسط فالتبادل والتلاقي الحضاري ركزنا على دراستنا من خلال اكثر من منطقه فالمنطقه الاولى كانت الاندلس فقدمنا دراسات لمده سنتين يعني جميع الزملاء المشاركين في المعهد قدموا ابحاث ودراسات عن الاندلس لمده سنتين والسنتين التاليتين كانت عن عن صقليه آه يعني عن معابر الالتقاء بين الحضارات في البحر المتوسط فنجدها في الاندلس ثم صقليه جزيره صقليه ثم اخيرا وصلنا الى القدس فيعني آه للمصادفه انني مهتمه ايضا بالتصوف ودراسات التصوف لاني قدمت ايضا دراسات آه من قبل عن التصوف في مصر والجماعات الصوفيه آه آه فلاننا نركز على القدس في من خلال هذا المشروع البحثي، فهاتين السنتين أنا أقوم فيهم بالتركيز على السوفية الصوفية في القدس، و... وأيضا مواضيع أخرى مثل التهويد القدس، وقمت بعمل مقارنة بين التهويد التهويد والاسلمه والتنصير في القدس، يعني هذه آخر أبحاثي. هذه آخر الأبحاث. نعم. من بين ما لاحظناه خلال المداخلة أنك تتبعت نشأة الصوفية في القدس وجذورها الضاربة في التاريخ صحيح فهي طبعا الصوفية كمصطلح مختلف في يعني له تعدد أيضا في رؤية معناه يعني يمكن أن نبدأ بالصفاء النفسي الصفاء الروحي الذي يسعى اليه الصوفي للوصول اليه حاله حاله الصفاء فبالنسبه للمتصوفه الاول الاوائل حتى كان هناك من الصحابه مثل ابو ذر الغفاري اتى الى القدس وعاش فيها ووجدنا يعني في هذه الدراسه وجدت ان التصوف يعني وصل الى القدس من ايام الصحابه هناك من اتى وهاجر الى القدس واستقر فيها والتابعين طبعا وهناك من دفن في القدس فاصبح قبره مزار للاتباع وحتى هذه اللحظه بسم الله ما شاء الله هذا يعني عن تتبعك لنشاه الصوفيه في القدس وجذورها فما هي ابرز الطرق الصوفيه المتواجده في القدس ومؤسساتها الدينيه إن أمكن لك ذلك بالطبع هناك مجموعة كبيرة من الطرق الصوفية ترسخت في القدس وتطورت منها القادرية النقشبندية العلوية هناك ولكل من هذه الطرق لديها مؤسسات مثل زوايا ما زالت قائمة إلى هذه اللحظة ومثلا الزاويه الافغانيه هي بالاساس كانت للطريقه القادريه ومع تتبع تطور هذه الطرق وجدت تداخل بين هذه الطرق وبعضها يعني هناك علاقه بين الطريقه القادريه والنقشبنديه هناك تطور يعني شيخ الطريقه القادريه في القدس اعتقد اسمه الشيخ عبد الكريم الافغاني هو انتقل من القادريه الى العلويه يعني والعلويه ايضا لها علاقه بالشاذليه يعني كلهم هناك علاقات ايضا تداخل نعم تداخل وتشابك في نعم بينهم نعم وهذا ياخذ عن هذا صحيح إيه هذا يعني عن يعني الطرق الصوفيه المتواجده في القدس ومؤسساتها الدينيه فما هي اهم التحديات التي تواجه الصوفيه في القدس في ظل الاحتلال الصهيوني طبعا هم كجزء من المجتمع الفلسطيني يعانون مثل كل الفلسطينيين تحت الاحتلال الاسرائيلي الغاشم وشاركوا في المقاومه وكان لهم شهداء فهم يعني ليس كالماخوذ الفكره الماخوذه عن الصوفيين انهم فقط للزهاد فقط عباده فقط متفرغين للناحيه الروحيه لا في الحاله الفلسطينيه هم اثبتوا انهم مشاركين ليسوا فقط بالدعاء هم فقدوا شهداء ايضا فالتحدي الاكبر هو مقاومه الاحتلال الاسرائيلي وطبعا هناك بعض المتطرفين من الجماعات الاسلاميه التي يمكن تضيق عليهم ايضا فهذه ابرز التحديات هذه يعني ابرز مم. التحديات التي تواجه الطرق الصوفيه في مدينه القدس باعتبارها ملتقا للحضارات سيده منى ما هي ابرز التوصيات التي ترفع عينها للجهات المهتمة سواء البحثية أو الرسمية بهذا الموضوع ملف الصوفية في القدس هو الملف يعني مثير للاهتمام ويحتاج تكثيف اكثر للمعلومات يعني انا لم اجد معلومات كافيه اه فهناك تحدي بالنسبه للباحثين امثالي في انهم يصلون الى المعلومه الدقيقه للاعداد مثلا اعداد لحصر اعداد الرسميه بالضبط فيعني يا ريت لو يهتم السلطات طبعا هم معذورين بالاوضاع حاليا في تحت الاحتلال الاسرائيلي ولكن يعني نتعشم في المستقبل ان شاء الله يكون لدينا احصاءات وافيه عن تعكس الحاله الراهنه بالنسبه للمتصوفين في القدس. هذا عن بحثكم وتدخلكم في هذا الملتقى العلمي. لعلني اعود بك الى ما سلف ان ذكرناه في المقدمه ارجاته للاخير كهديه لصديقتك التي كنت شريكه لها في تحرير الكتاب اسمع اصابع القدمين هذا الكتاب ساهمت في تحريره وانت في كوريا الجنوبيه وصديقتك من ذوي لهما كانت في مصر ما محتوى الكتاب وكيف اشتغلت على هذا التحرير وكيف اشتغلت كذلك صديقتك على الكتابة بالرغم من أنها من ذوي الهمم آه هي كانت تجربة خاصة وتجربة جميلة جدا بالنسبة لي فيعني هذا الكتاب له معزة خاصة عندي وبالمناسبة اسم مؤلفة الكتاب هي عزة عزه محمود عبد الباري هي من اعز صديقاتي من ايام دراسة في ثانوي وكنت ارى فيها دائما نموذج يجب ان يعني ننقل تجربتها لباقي الناس ليستفيدوا منها لاننا لانها فعلا تجربه يعني ايجابيه وتعطي امل للناس ويعني نحن نخجل باننا يعني احيانا الواحد يحزن لاشياء بسيطه في الحياه او يفقد امله ولكن هي بصراحه من اصحاب الهمم اللي بتجربتها بمقاومتها للظروف الصعبه استطاعت انها يعني تخرجت من الجامعه وعملت في حين انها لا تستطيع ان تستعمل يديها وتستخد... وايضا عندها صعوبه في النطق ولكن هي جاهدت و... ودائما راضيه فأنا رأيت أن تجربتها يعني أنا لن أستطيع أن أتحدث عن كل ما في الكتاب هي روت في كتابها كل تجربتها من طفولتها حتى الوقت الحالي بصعوبات اللي قابلتها في الحياة كيف هي راضية وسعيدة بحياتها يعني قدمت كمان نصح لأصحاب الهمم ل مواجهة صعوبات كثيرة في الحياة وأيضا للأسر التي لديها أصحاب همم كيف يتعاملون معهم يعني أعطت لهم مثل دليل لكيف تتعامل مع أصحاب الهمم لكي يفيدوا المجتمع فهذه التجربة فعلا كانت بالنسبة لي تجربة فعلا اعتز بها وخاصه اننا قمنا بكتابه الكتاب بطريقه يعني عن طريق التواصل الاجتماعي عن طريق كانت تكتب بقدميها رسائل لي بفصل فصل من الكتاب جزء جزء من الكتاب وترسله لي فقرة. فقرة, آه فقره فقره وانا جمعت هذه الفقرات والحمد لله تم اصدار الكتاب ولاقى نجاح كبير في مصر واتمنى انه يصل لكل مهتم حتى يعني يكون اصحاب الهمم من الناس المنتجين في المجتمع يحتاجون لمثل هذه التجربه هذه تجربه تستحق الاعتناء وتستحق ان يقتدى بها من مختلف الفئات في ذوي الهمم وكذلك من الاصحاء صحيح. والباحثين في مختلف بالك. الفعاليات حتى تكون لهم هم كذلك اصدارات في مختلف المنابر مم. نتمنى ذلك ان شاء الله ان شاء الله مم. سيدتي بما انك في الجزائر اترك لك كلمه الختام ختام هذه المقابله التي كنت ضيفتها تعرفنا عليك وتعرفنا على منتوجك العلمي ثم تعرفنا على مداخلتك في هذا الملتقى صوفيه القدس اترك لك كلمه الختام لمتتبعي التلفزيون الجزائري عبر مختلف شاشاته وقنواته طبعا انا اشكركم على استضافتي في التلفزيون الجزائري وإتاحة هذه الفرصه لي وبشكر الدكتور احمد بن صغير محافظ المهرجان على اتاحه هذه الفرصه لي لزياره الجزائر والاستمتاع بجمال المدن الجزائريه خاصه الاغواط ويعني اتمنى ان تتاح لي الفرصه يعني استكشاف هذه المدينه الجميله اكثر واستكشاف و... ايضا مدن اخرى ولكن هذه المره الفتره قصيره فاتمنى ان اتي ايضا مرات اخرى إن شاء كثيره الله. ان شاء الله أهلاً الى وسهلاً الجزائر الدكتورة منى فاروق هنا في الجزائر أهلا شكرا, شكراً, شكراً جزيلا لك اذا مشاهدينا الكرام كانت هذه جولتنا القصيره مع الدكتوره منى فاروق مديرة مركز دراسات شمال افريقيا التابع لمعهد دراسات البحر الابيض المتوسط، جامعة بوسان للدراسات، كوريا الجنوبية. تعرفنا عليها وعلى منتوجها العلمي، وتعرفنا كذلك على فحوى مداخلتها العلمية، صوفية القدس في المهرجان الثقافي الدولي للسماع الصوفي بالاغواط. الى ان القاكم مع ضيف اخر من ضيوف الجزائر مشاهدينا الكرام اشكركم شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته